عملية نوعية لإحباط إحدى أكبر محاولات لإغراق ولاية الوطن بالحبوب المهلوسة جنبت البلاد والشباب الوقوع في كارثة صحية واجتماعية. المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي تحجز 1,000,000 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميلي جرام، 14 مركبة أغلبها مركبات رباعية الدفع، حجز أزيد من 450 مليون سنتيم، توقيف 4 بالونات مع تحديد هوية 3 أشخاص لا يزالون في حالة فرار. العملية جاءت مباشرة بعد الإطاحة بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالكوكايين، أين واصلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي جهودها في توجيه الضربات لعصابات وبارونات التهريب، بعقد اجتماع عملي ووضع خطة ممنهجة لاستغلال معلومات حول دخول شحنات معتبرة من هذه السموم عبر إحدى الدول المجاورة. في ظرف وجيز تم ضبط المسار وتحديد الموقع بدقة ليتم تنفيذ العملية باحترافية عالية، مكنت من استهداف مركبات محملة بكميات هائلة من هذه السموم، 1,000,000 قرص مهلوس، 14 مركبة أزيد من 450 مليون سنتيم، توقيف 4 أشخاص سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية للقطب الجزائري المختص بورقلة.